بروفيسور بوزيد بومدين، كيف تقرأ البيان التوضيحي للريسوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي بسم الله جميعا تفضل. هنا نعزي شهداء الحرائق اليوم، نعزيهم، نعزي هؤلاء الأهل، ونعزي أنفسنا أيضا ورحمهم الله. وفي الحقيقة الهبة للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي لعب دور كبير، وإن شاء الله يتوفقون في إخماد هذه الحرائق. وبطبعة الحال نحن أمام حرائق أخرى، يعني الحرائق التي تمس قضايانا الوطنية والأمنية في نفس الوقت. البيان في الحقيقة يجعلنا نعيد ما جاء في دباجتك في البداية، أن هذا التوضيح أو هذا البيان الثاني من طرف الشيخ أحمد الريسوني سماه بتوضيحي، ولكن هو يمكن أن نقول يدخل تحت طائلة أخذته العزة بالإثم، أو هو الإصرار على المعصية، لأنه كما يقول بالدارجة عندنا جاء كحلها عماها. وبالتالي نفهم أن المهمة الدينية التي يتحدث عنها، لأنه يقول أنا أتحدث بمنطق التاريخ ومنطق الشريعة، في حين أن البيان الأول أو الثاني لا منطق فيهما. فمنطق الشريعة يتحدث، جوهر الشريعة هو أن العلماء يدعون إلى السلم وإلى المحبة وإلى فضل النزاعات. ونحن نعرف أن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذم علماء اليهود لأنهم حملوا التوراة ولم يؤدوا الأمانة هذا التحميل العلم. وجاء في هذا السياق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المقصود بها عند المفسرين في سياقات الآيات التي تتحدث عن تحميل التوراة لعلماء لم ينفذوها ولم يطبقوها، هذه الآية تدل فعلا على أن دور العالم هي هذه الوظيفة الثلاثية: الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. لكن للأسف أن بعض العلماء، نظرا ربما لتجربتهم الضعيفة سياسيا أو لمواقفهم السياسية المتخندقة، ينخرطون في فتاوى وفي خطاب ديني يؤجج الصراع ويؤدي إلى الجهاد. ونحن نعرف أننا منذ 30 سنة ومنذ 3 عقود نعيش حروب في المنطقة نتيجة مثل هذه الفتاوى. فأتصور أن الريسوني هو لا يعيد خطاب علمي أو منطق الشريعة، هو يعيد خطاب قومي شوفيني، وطنية شوفينية كانت موجودة عند علال الفاسي كأفكار توسعية تبناها حزب الاستقلال، أفكار عبد اللطيف الفيلالي. هذه الأفكار التي للأسف ما زال يلوكها بعض المثقفين في المغرب، وهي تعود إلى مخزون تاريخي، إلى ربما هجمات مولاي إسماعيل، إلى هذا الميراث المثقل للدبلوماسية المغربية. الدبلوماسية المغربية إذا بقيت مثقلة بهذا الهم التاريخي أو بهذه الرؤية التاريخية المتجاوزة سوف تؤذي كل جيرانها. ولاحظنا أن البيان مس حتى موريتانيا التي هي في علاقة دبلوماسية. وبالتالي نقول أن الشيخ الريسوني أساء إلى نفسه وأساء إلى الاتحاد العالمي للعلماء وأساء أيضا إلى بلده.